عرابي عرباي يا عمي عرباي علم الله افتح عرضك. حيث قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبكة الكهرباء الرئيسية التي تزود المخيم في الكهرباء. احنا الآن أمام مخيم طول كرم، مدخل الرئيسي. الجرافات والجبات في هذا الطريق عمالها بتجرف. وين مكان نار؟ وين مكان حرق؟ وين مكان تدمير؟ وين مكان تكسير؟ حرق منازل، حرق محلات في الشارع. كفر